خصك تخلص المراسم ديال الدفن ديالك. يعني خصك تخلص القبر والكفن والغسال، وخصك تخلصني حتى انا، حيت من بعد الوفاة ديالك ضروري خصني نفتح قضية. Thank you.
بالشر حاسد لا تخمم في ضيق الحال شوف عند الله مساها الشدة تلزم الرجال أما الجلة تقطعها يا زارع الخير حبها يا زارع الشر يسر مول الخير ينمى ومول الشر خسر لا تخمم في ضيق الحال شوف عند الله مساها الشدة تلزم الرجال أما الجلة تقطعها يا زارع الخير حبها ويا زارع الشر يسر مول الخير ينمى ومول الشر خسر لا تخمم في ضيق الحال شوف عند الله موسعها الشدة تهزم الردال أما الرجل لا تقطعها يا زارع الخير حبها ويا زارع الشر يسر مول الخير ينمى ومول الشر خسر لا تخمم في ضيق الحال شوف عند الله موسعها الشدة تهزم الردال أما الرجل لا تقطعها واه ما دوسي ديك الساعه كانوا عميده الرمى ضروره تحمره كانت بيضه قديم ما كانوش كوافورات اما دابا كتصيب البنت داخله دايره هم كتدخل على الكوافوره هاو ترجعها يفوت او ملي صباح الصباح والراجل باقي الله حل عينيه باقي فيه ماسك ديال العلوه بيت ناشط انت لفتي بالي على عرفي شفناش ما كاينش كتبغي تشوف لي ديما غاده مسروبه ديما غاده وعمر لا سيدي انا مشيت وقفت عليا والله تندير وسير اصاحبي قال لك كل راجل وانا راجل انا راجل وانا راجل وانا شنو ندير داك الشيء اللي قال لك هو قال لك غتوقف عليا والنار غتضحك لك صافي سير ضرب بيه فرك داك الشيء اللي قال مشيت اسيب لي انا قد المدرسه ماشي ياخد الكراج غدا ما يجي غدا ما يجي ونهار الاول كنحاز لا وعاصب ضحك النار الثاني لا وعاصب ضحك هذا العرض هو حصيلة لمجموعة من الأوراق والتداري لمدة 3 أشهر. ليس هناك نص مسرحي وإنما مجموعة من الأوراق الارتجالية مع مجموعة من الشباب الذي يتشرف بالصعود فوق الخشبة لأول مرة. نتشرف أن نقدم لكم ثمرة مجهودنا لهذه السنة هؤلاء الشباب الرائعين. كان معكم في تشخيص المسرحية عبد الصمد دريوش سمية حانة علي سمية عبد العيد الحسان عبد الراضي عدوان السيد المؤثرات الصوتية عبد الصمد حجوي المؤثرات الضوئية أسامة صعوبة في المحافظة العامة التوأم فاطمة وحسنة في المكياج والملابس الفنانة فاطمة جباري
في إدارة الممثل الأستاذ والفنان شافي.